الاهلي اجهز ولا الزمالك؟ افريقيا؟ آه لا، الاهلي هيكون اجهز. الاهلي وقتها هيكون اجهز. الاهلي كده متدرب قبل الزمالك تقريبا، يعني هنخش في اسبوعين تدريب، وتدريب دلوقتي الاهلي خلاص ابتدى يخش في مرحله ان هو بيلعب تقسيمات وتدريبه بقى قوي، يعني كمان ما بقاش موضوع دلوقتي معدي المرحله البدنيه بس. الزمالك عقبال ما يخش يوصل للمرحله دي. الاهلي مدي اجراءات معينه للاعيبته؟ اغراءات يعني خروج معينه، يعني الزمالك قفل المعسكر على طول للعيبه عشان ما يكونش فيه، لا الاجراءات في النادي، يعني النادي مثلا دلوقتي ما فيش حاجه اسمها اوضه لبس، ما فيش حاجه اسمها اللعيب يجي يغير في النادي، ما فيش غسيل في النادي، ما فيش حد بيغسل هدومه في النادي، الغسيل كل لعيب بياخد هدومه بيغسل بره. اللعيب بيجي حتى ما فيش جراج في النادي، اللعيبه بتركن مره يدومك بس ينزلوا الملعب يتمرنوا يخلصوا ياخدوا شنطهم ويروحوا بس، يعني هي دي الاجراءات بس. في البيت بقى طبعا كل واحد طبعا بقى والوعي بتاعه، يعني ما فيش حد بقى انت ما تروحش لحد البيت، يعني دلوقتي مثلا كل لعيب بيروح بيته، انت مش معسكر فبيروح بيته بيجي كل يوم من التمرين. الوحيد اللي كان يعني اللي ما كانش معاهم فايلر على فكره، هيرجع خلاص النهارده، رجع الساعه 8. فايلر مش هيقود التمرين الاهلي اليومين الجايين. ليه؟ عشان فايلر هيعمل مسحه بكره، هو اجازه مش هيعمل اي حاجه، هيعمل مسحه لسه يوم الاربعاء، ويوم الاربعاء مش هيقدر يعمل كمان، يعني مش هيقدر يقود التمرين قبل ظهور النتيجه. ظهور النتيجه يوم الخميس بالليل، فهو مش هيقود التمرين قبل يوم الجمعه، ممكن الجمعه يبقى اجازه، يعني مش ممكن ما يقودش التمرين كده قبل يوم السبت الجاي. ده كمان يعني ده يعني جاي لهم خطاب من اللجنه الطبيه بكده، ان ما ينفعش فايلر يقود التمرين ولا يختلط بلعيبه الاهلي قبل ما يعمل المسح. شايف الاجراءات دي كافيه؟ لا مش كافيه، مش كافيه، مش كافيه، لا مش كافيه في ظل تمرين ولعيبه بتروح. لان النهارده انا لعيب مثلا، لو انا بلعب في النادي الاهلي او بلعب في النادي الزمالك، فانا النهارده خلاص تمرين بروح اتمرن الساعه 8 الصبح 9 الصبح، بخلص ساعتين وبروح يومي معايا، بروح اختلط بناس، بنزل اشتري حاجات، بروح لاصحابي، فانا ممكن لا قدر الله، لا قدر الله ده ما يحصلش يعني، بس انا ارجع تاني يوم التمرين يكون اتنقل لي الفيروس، انقله الاربعه خمسه، ده وارد، ده في كوره. فيعني هو فكره انا كنت متخيل ان الموضوع هيبقى زي يعني بره بيعملوا ايه؟ بره قبل كل مباراه، يعني طبعا هم لعبوا على طول، يعني قبل كل مباراه مسح، قبل كل مباراه مسح 48 ساعه، والفريق بيخش معسكر وبيلعب المباراه. هل احنا نعمل ده؟ طب احنا النهارده لو اللعيبه بتروح دلوقتي الفتره الجايه دي، ده اللي هيحصل هنا قبل كل مباراه 48 ساعه مثلا. طب والفتره ديت احنا ما هو برده كنا بنعمله كده في التدريبات، احنا في الفتره بتاعه التدريبات دي انا الان ما في فتره التدريبات دي بصراحه، يعني فتره التدريبات دي اللعيبه بتروح بيتها، ما بيخشوش معسكرات. طب انت النهارده اللعيب ده ما هو بيروح بيختلط باسرته، بيختلط باصحابه، بيختلط بناس بينزل يشتري، هو وارد اي حد فينا على فكره، ده دلوقتي فيروس في الجو ممكن ينتقل لاي حد، بينزل بس ممكن يتنقل له. فانا بتكلم دلوقتي كمان هو مش هيبقى لا قدر الله بقى مش هيبقى الموضوع طبعا. انا عارف المعادله بس اللي انا عارف ان في النادي يا كابتن، في النادي اول ما بتروح ما حدش بيخش لما بيقيس درجه حرارتك وكل حاجه، بس في ناس ما بيبقاش عندهم اعراض، انت ما بتعملش مسحات كل يوم، انت عملت مسحه الاهلي مثلا عمل مسحه في الثانيه المفروض يعمل ثلاثه لسه ما عملهاش، بس انت النهارده يا دوبك بس بتقيس درجه الحراره. في ناس كتير جدا على فكره عملوا مسحات ما كانش عندهم اعراض، يعني في لعيبه كتير مصطفى فتحي دلوقتي يعني في لعيبه كتير جدا ما كانش عندهم اعراض، ولما عملوا المسحه كان طلع عندهم كورونا، ده مش هنا بس ده في العالم كله. فدي مشكله انا قلقان منها في قصه اللعيبه دلوقتي. اتمنى طبعا يكون يمكن انا برضو في حاجه طبيه ممكن اكون مش واصله لي قوي ان هم بيقدروا يوصلوا بيها، بس انا اللي انا فاهمه انه لا، ان انت النهارده لعيب بيروح وبيرجع التمرين تاني يوم بيختلط بزملائه، بمجرد بس ان انت بتعمل درجه الحراره وبتقيس درجه الحراره بتتاكد كده بس، يعني على الوش كده ان هو ما عندوش حاجه، بس هل بقى في الواقع هو حامل الفيروس ولا لا؟ ما تقدرش